تحت شعار في حب الكويت نلتقي، أقامت كلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب احتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية، استذكرت فيها هذه المناسبة العزيزة على قلوب الكويتيين جميعا. من ضمن الأعياد الوطنية الآن بالكويت نحتفل اليوم بهذه المناسبتين العقاليتين على نفوس الشعب الكويتي، على أهل الكويت، العيد الوطني وعيد التحرير. ما المناسبة الكلية وبالتحديد قسم الحاسبة اللي مسويها الفعالية البسيطة، ولكن تعبيرا عن الحب والمشاركة في هذه الأعياد المهمة في تاريخ الشعوب. العيد الوطني وعيد التحرير يومين مهمين في تاريخ الكويتي، في وجدان الكويتي، ولذلك احنا اليوم فرحانين نحتفل مع عيالنا طلبة، مع زملاء أعضاء التدريس بالكلية، باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، باسم كلية الدراسات التجارية، بهذه الفعالية البسيطة التي تعبر عن مكنونات الحب والفرحة للشعب الكويتي في هذه المناسبة. هذه الاحتفالية استعرضت العديد من المحطات التاريخية، كان أبرزها تحرير الكويت. عندنا احتفالين، عيد الجلوس وعيد الاستقلال، فاستمر هذا الاحتفالات 62 و63 64 طلع قرار مرسوم أميري بأن يتوقف الاحتفال بهذا التاريخ اللي هو 19/6/1961 والاكتفاء بعيد الجلوس، لأن الجو كان شديد الحرارة وإحنا جربناها، يعني شفناها في وإحنا صغار في الستينيات لا يطاق يعني، فاكتفوا بتاريخ 25 فبراير واستمروا لله الحمد، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون الغزو ويكون تحرير الكويت 26، فيعني صار عندنا العيد عيدين مثل ما نقول. ذكرى وطنية تحمل معاني خالدة تدرس للأجيال وتعكس معاني الولاء والانتماء وتعد بوابة للأمن والسلام والاستقرار للكويت.